تعتبر اللحوم الحمراء من المكونات الأساسية والمفيدة في نظام الإنسان الغذائي. كثيرة هي الأبحاث الطبية التي سلطت الضوء على اللحوم الحمراء، حيث وجدت أنه إلى جانب فوائدها فإنها أيضاً تسبب أضراراً كثيرة، خاصة في حال الإفراط في تناولها. فاللحوم الحمراء تؤثر سلباً على المصابين بالأمراض المزمنة كالسكر والقلب والكلى. دراسة أمريكية سابقة كانت قد سلطت الضوء على تأثير اللحوم الحمراء على صحة مرضى الكلى، ووجدت أن الإفراط في تناولها يؤدي لتكون الحصى وفي بعض الحالات الفشل الكلوي بسبب احتواء هذه اللحوم على نسب عالية من البروتينات والأملاح التي ترهق عمل الكليتين. وفي شهر رمضان ومع التنوع الكبير للأطباق على مائدة الإفطار، فإن كثيراً من الصائمين يفضلون تناول اللحوم أكثر من الاعتماد على الخضروات، وهو أمر يحذر منه الأطباء بشكل كبير. نصيحتي لكم برمضان، مثل ما احنا بنخاف على جسمنا انه يزيد الوزن فيه وبنخاف على جسمنا بالمواد الغذائيه، لا يعني ان نحرم حالنا من المواد الغذائيه الاساسيه للجسم وهي اللحوم الحمراء. مهم جدا تناول اللحوم وتناول البروتينات في الجسم بشكل معتدل لاعطاء جسمنا الطاقه الكافيه خلال فتره الصيام، ولان البروتينات بالجسم مهمه جدا لتكوين العضلات واعطائنا الطاقه للحركه خلال فتره الصيام. الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء والحرص على توازن كميتها ضمن النظام الغذائي للصائمين يعزز الفائدة الحقيقية لها ويسهم في تجنب الكثير من الأمراض المرتبطة بها.